يغيب المرشحان الرئاسيان عن ولاية إلينوي ويغيب معهما الضجيج الإعلامي، فولاء غالبية الناخبين هنا واضح. الرئيس أوباما حصل على 80 مليون دولار من تبرعات سكان الولاية وخاصة مدينة شيكاغو بفضل جهود متطوعين في الحملة، مقابل 10 ملايين دولار لمنافسه رومني، وبالتالي إلينوي شبه محسومة للحزب الديمقراطي. لكن هذا لا يلغي التحديات أمام أوباما في هذا السباق. ميت رومني دخل في هذا السباق في ظروف صعبة، على الرئيس أوباما أن يحسن من الوضع الاقتصادي، فالوضع سيء بالنسبة للعديد من الناخبين، وتقليديا هذا يصب في مصلحة المنافس وليس في مصلحة الرئيس الحاكم. يعتبر ناخب شيكاغو أوباما ابن المدينة، فهو أطلق حملته الانتخابية من هذا المقر عام 2008 وخدم في مجلس الشيوخ ممثلا للولاية قبل أن يصبح رئيسا. لكن ورغم دعمهم له، لا يخفى على البعض أن السباق هذا العام لا يحمل سمات 2008. الآن الجميع يريد تغييراً في وضع البلاد الحالي، لكنني لست متأكدة من هو المرشح الأفضل، أوباما أم رومني. أعتقد أن أوباما كان سيناتوراً ورئيساً عظيماً، لكنه عجز هذه المرة عن إعادة إحياء نشاط مناصريه، وبالتالي لا يوجد نفس الحماس والأمل الكبير الذي كان عام 2008. وتختتم إلينوي عملية التصويت المبكر يوم السبت. غياب ولاية إلينوي عن الدعاية الانتخابية في هذا السباق الرئاسي لا يقلل من أهمية إلينوي بالنسبة للحزب الديمقراطي، فالديمقراطيون يعتمدون على هذه الولاية من أجل استعادة جزء من مقاعد مجلس النواب، وبذلك استعادة سيطرتهم على المجلس، سيطرة كان قد خسرها الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية عام 2010. جاستين مور، سكاي نيوز عربية، شيكاغو.